اكيد محمد بودريقه ومدرب فريق الرجاء الرياضي غادي يتابعوا المباراه من المدرجات. بودريقه رفقة مدرب الفريق الاول جوزيف زينباور رئيس فريق الرجاء الرياضي محمد بودريقه رفقة المدرب جوزيف زينباور لكي يتابعوا المباراه وسط الجماهير بالمدرجات. نذكر مشاهدي قناة شوف تيفي اللي تحقوا بنا الآن فالنتيجة 3-1 لفائدة فريق الرجاء الرياضي. مباراة اللي كدور تحت أنظار رئيس الفريق ومدرب الفريق الأول جوزيف زينباور. الرجاء الرياضي رئيس الرجاء الرياضي محمد بودريقه كيشرح المدرب معاني اغاني فريق الرجاء الرياضي او جماهير فريق الرجاء الرياضي.